هلو جانو فيديو جديد وفيديو النهارده هكلمكم فيه على حاجه اتطلبت مني كتير قوي وشفت حتى اولاد بيطلبوها مني في الكومنتس وهي الماسكات بتاعه الشعر. قبل ما نبتدي الفيديو dont forget ان انتوا تو سبسكرايب كومنت لايك اند شير للفيديو لو عايزين القناه تكبر وتشوفوا منها فيديوهات اكتر واكتر. ثلاثه برودكتس اللي انا هعمل عنهم ريفيو النهارده هما من شي مويستر من كانتو ومن ماوي مويستر. دول تقريبا اكتر براندز ماسكات موجوده في مصر مستورده وافكتيف. ولما بقول مستورده معنى كده ان احنا نكسبكت ان هم غاليين سنه بس ممكن يكونوا افكتيف اكتر كتير بالنسبه لماسكات موجوده في مصر. منها حاجات كتير برودكتس طبيعيه وعملت عنهم ريفيوز قبل كده ومنهم حاجات تانية كانت مش افكتيف بالنسبه لي خالص وما اهتمتش اصلا ان انا اعمل عنهم ريفيو خالص. النهارده هنكمبير الثلاث برودكتس دول هنشوف ايه الافكتيفيتي بتاعتهم تاثيرهم ريحتهم سعرهم توفرهم نتيجتهم تستخدميهم امتى وازاي وليه وكل الحاجات دي. فتابعوا الفيديو لو عايزين تعرفوا كل حاجه عن الثلاث ماسكات دول. اول ماسك منهم كنت عملت عنه ريفيو قبل كده تقريبا في اول فيديو للقناه بشرة الخير وفتحه الخير عليا كان الفيديو بتاع الترانزيشنينج هير او لما ابتديت يعني البروسس بتاعه الشعر الطبيعي وكده. فاتمنى انتوا تشوفوا الفيديو ده كمان لانه كان فيديو كده بيلخص كل حاجه بسرعه فشوفوا الفيديو ده. في الفيديو النهارده برضو هعمل منشن للبرودكت ده او المنتج ده اسمه من شيا مويستر زي ما انتوا شايفين اسمه انتنسيف هايدريشن هير ماسك. ده ترطيب شديد. ده انا ليا قصه معاه كده فانا دايما هبقى بحبه حب ليه يعني حته معينه في قلبي كده مش بتروح منها خالص. الماسك ده هكلمكم على كل حاجه فيه وان كومباريزن مع الحاجات التانية. اول حاجه الماسك ده ماسك خالي من السيليكون ومن الصلفيت ومن البارابنز وكرويلتي فري يعني كل الحاجات اللي انت بتبقي عايزاها عشان لو كان شعرك طبيعي وانت عايزه تحافظي عليه طبيعي. طيب الماسك ده جواه ايه؟ جواه فيج ام بايوبوب اويل. المين حاجات اللي جواه هي المانوكا هاني اند مافورا اويل عسل المانوكا وزيت المافوره. عسل المانوكا ده يعني انا ممكن اقعد اقول فيه شعر عن الحاجات اللي بيحسنها من حيث المناعه ومن حيث الترطيب ومن حيث حاجات كتير ممكن تاخدوه كده بالبق وممكن كمان تخلوه حاجه اساسيه في البرودكتس بتاعتكم. فبالنسبه للترطيب فالبرودكت ده هايل للترطيب وهو مكتوب عليه انتنسيف هايدريشن هو ماسك تقيل شويه. عايزين نقارن بقى احسن على طول ولا اقول لكم واحد واحد فيهم؟ لا انا هقارن على طول وانتوا تفهموا بقى الموضوع ده منين. يعني بالنسبه لده تاني واحد اللي هو من ماوي مويستر ده برده مكتوب عليه انتنسيف مويستر او ان هو برده هيرطب ترطيب فظيع جدا للدراي اند دامجد هير للشعر الجاف والشعر التالف وهو برده بالشيا باتر. الاثنين دول بالشيا باتر. الماسك التالت للاسف ما عنديش الفول بورشن بتاعه دلوقتي بس في حاجه لذيذه جدا ان هو ساعات بيتباع على شكل باكت وهحط لكم الشكل بتاع الباكت دلوقتي. كان عندي الباكت بس بجد مش لاقيها راحه فين. الباكت دي ب50 جنيه من بلوم ممكن تجيبيه وتجربيه قبل ما تلبسي في الكميه الكبيره. هقول لكم اول حاجه البرايس سعره واماكن اللي هو بيتوفر فيها عشان تعرفوا اصلا اذا كنتوا هتعرفوا اصلا تشتروه ولا لا. بالنسبه للماوي مويستر وبالنسبه للشيا مويستر وبالنسبه للكانتو الثلاثه برضو دايما في صيدليه انا بقول عليها هي موجود فيها كل حاجه يا جماعه عشان كده انا بقولها. انا ما عنديش اي اوفرز ولا اي حاجه مع الصيدليه دي مجرد ان هي فيها كل حاجه فعشان كده دايما هتلاقوا عندها كل البرودكتس اللي انتم محتاجينها. مشكلتها الوحيده ان هم عشان دايما فاتحين في اماكن غاليه جدا زي مثلا بوينت 90 او فاتحين في برضو الماظة سيتي سنتر فهم السعر غالي قوي بتاعهم يعني بيحطوا الاوفر هيدز بتاعتهم غاليه جدا على البرودكت. فمثلا البرودكت ده ممكن يكون ب 550 او 600 جنيه في بلوم برغم ان انا جبته من صيدليات كتير جدا في اسكندريه ب 450 و400 جنيه فهو سعره الطبيعي 450 جنيه. ده سعره اللي انت تقدري ان انت تشتريه بيه. ماوي مويستر برده موجود في بلوم وبرده ساعات بيبقى موجود في السعودي تشيك لو هو موجود في السعودي او في السوبر ماركت او في الصيدليات دي. ده سعره برده الافريج بتاعه من 350 ل 500 جنيه. هو طبعا سعره انا جبته ده الفيرجن ده انا جبته من المانيا بحوالي 8 9 يورو يعني 160 جنيه 170 جنيه طبعا فرق فظيع لو جبتيه من البلاد اللي هي بره. التالت بقى هو الكانتو وده اكتر واحد متوفر لان هو موجود في سعودي في كل فروع سعودي وهو الانتنسيف هايدريشن ماسك او الريبير ماسك. ريبير او انتنسيف كير او انتنسيف هايدريشن او الحاجات دي معناه يعني ترطيب عالي وتصليح للدمج عالي للتلف شعر عالي.
فده برضو هتلاقوه متوفر جدا في كل في كل الفروع بتاعه سعودي، وهتلاقوه برضو موجود في الصيدليات كلها. فده اكتر واحد بالنسبه لي فيفورت، من حيث ان انت هتعرفي تلاقيه في كل حته، وكمان سعره لا يتعدى ال 300 او 350 جنيه، اعتقد 300 جنيه، فسعره هايل. بالنسبه بقى للنتيجه بتاعته، ودي تاني اهم حاجه بالنسبه للنتيجه، الماوي ده هنبتدي برضو بالشيا مويستر. بالنسبه لده ده كان حول شعري، يعني لو شعرك ناشف 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 بطريقه غير طبيعيه، تستخدمي ده تطمني ان هو هيرطب شعرك وهيخلي شعرك فيه مويستر وهينعمه، يعني حقيقي يعني تمنه فيه بجد. عشان كده انا بحب جدا الماسك ده. مشكلته الوحيده طبعا هو سعره، وان هو فيه بروتين، يعني لو شعرك حساس شويه للبروتين هيبقى مش ده بالنسبه لك مش احسن حاجه. تاني واحد بقى هو الماوي ده، النتيجه بتاعته ايه؟ نتيجته نعومه. في فرق بين النعومه والترطيب. ده بتحس ان شعرك مترطب، يعني شعرك مش واقف، شعرك مش خشن، شعرك الكيرلز بتاعته بدات، او التمويجه الطبيعيه بتاعت شعرك، سواء شعرك كان كيرلي او ويفي او ايا كان، بتبتدي تاخد الفورم بتاعها، شعرك بيبتدي يبقى بيتحرك من مكانه، كل ده بفضل ده. ده بقى نعومه. نعومه يعني ايه؟ يعني بتحطي ايدك على شعرك بتحس ان هو فتلته ناعمه، تحس ان هو ناعم بيلمع حاجات زي كده، بس الهايدريشن بتاعه والترطيب بتاعه عالي جدا، فشويه بيخلي الشعر العكس بقى بتاع ده. ده عشان فيه بروتين كتير بيحافظ على الديفينيشن بتاع الشعرايه، يعني بالعكس بيبتدي يظهر الديفينيشن بتاع الشعرايه. انما ده بالعكس ممكن تلاقي شويه شعر بداوا يهيشوا، وده نتيجه طبيعيه للهايدريشن الزياده. وهبقى اعمل لكم فيديو تاني عن ايه الفرق ما بين لما تكوني حاطه ترطيب عالي، والفرق من كنت حاطه بروتين عالي، والنتيجه بتاعه الاثنين. بالنسبه للكانتو بقى، ده كان حاجة معجزة بالنسبة لي. كان في فترة كان شعري بدأ فيها يتعب تاني، رغم اني مكنتش بستخدم هيت ولا بستخدم اي حاجة، وقلت اجربه عشان الاتنين دول، كان ساعتها ده بس اللي معايا، فشلوا. فروحت للكانتو بقى وجبته. هو اكتر حاجة بتصلح الشعر، يعني هيشان الغي، حاجات ناشفه واقفه الغي، من حيث النعومه والترطيب هو مش في المنطقه دي، هو في منطقه التصليح، وان هو يخلي شعرايه قويه ومتينه وماسكه نفسها. وده بفضل ايه؟ بفضل الكوكونات العالي جدا، جواه جوز هند كتير جدا. لو شعرك بيحب الجوز الهند بالذات، زيت جوز الهند او مستخلصات جوز الهند، شعرك هيحب كل منتجات كانتو. وعامه كانتو من البراندز كمان اللي هي متوفره، كمان اللي هي من المنتجات اللي هي بتساعد قوي على بالذات الناس شعرها هايش. لو انت شعرك خفيف شويه استخدمي الفيرجن بتاع الاطفال، ومتوفر برده جدا، ودي حاجه عظيمه جدا في كانتو. ولو شعرك تقيل شويه حطي الحاجات التقيله وما يهمكيش، لان هو هيخلي شعرك يترطب وهيشيل منه الفريز والهيشان وكل الكلام ده خالص. بالنسبه للريحه، لان في ناس كتير ما بتحبش روايح كتير، ده اوحش ريحه فيهم، ريحته سويت زياده عن اللزوم، ريحته حلوه زياده، ريحته حلوه لدرجه ان انت لو حطيتيه على شعرك ونمتي وصحيتي بيه، طبعا هقول برضو على الاستخدام بس بعد الحكايه دي، هتلاقي نفسك معدتك قلبت، يعني ما تحطيهوش فترات طويله، ريحته قويه قوي وسويت قوي، يعني حاجه حلوه زياده عن اللزوم، فبتقلب المعده شويه. ده ريحته طبيعيه خالص، يعني ريحته هو ده بالنسبه لي افضل ريحه، لان ريحته طبيعيه، ريحته ماسك، ريحته حاجات كلها، علشان الحاجات اللي موجوده جواه كلها حاجات من الارض ومش عارفه ايه وبتاع، فريحته طبيعيه وما بتقلبش المعده، بس برضو ريحته قويه. وبعد ما بتخرجي من الحمام بتفضل الريحه في الشعر. الماوي ده برضو بتفضل الريحه في الشعر بس بيروح اكتر، لكن ده بتفضل الريحه في الشعر تقريبا لحد الغسله اللي بعدها. اما بالنسبه للكانتو، هو بالنسبه لي برضو من افضل الروائح، لان هو ريحته كل ريحه كل المنتجات بتاعه كانتو هي تقريبا نفس الفكره بالظبط ونفس الريحه بالظبط، اللي هي ريحه جوز هند بس سويت سنه، فريحته يعني اميل ان هي تكون طبيعيه. هما الثلاثه فيهم فريجرنس طبعا، والثلاثه مش كويس ان يبقى فيهم فريجرنس، ده اكتر واحد فيهم الفريجرنس بتاعه مضمون، بس الفريجرنسز اللي موجودين في الكانتو كمان قويه، بس مش بتقلب المعده ومش مقرفه. بالنسبه لطريقه الاستخدام والكونسيستنسي، ده هقول ان هما الثلاثه تقريبا نفس الكونسيستنسي بالظبط، اللي هو حاجه زي كريم كده. ممكن يكون ده اخفهم، الكونسيستنسي بتاعته خفيفه جدا، اتقلهم هو الشيا مويستر، لان زي ما انتم شايفين عامل ازاي، يعني شويه تقيل كده وماسك نفسه ريجيد قوي. وعشان كده الماوي ده هتحطي منه زي ما انت عايزه على الشعر، ده هتحطيه بس بنسبه
معقولة، يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي little goes a long way، يعني حبة صغيرين ممكن يعملوا تأثير كبير. بالنسبة للكانتو حطي منه كتير جدا وما يهمكيش. طيب طريقة الاستخدام، ده بتحطيه بهيت كاب او من غير هيت كاب بيعمل تأثير. ممكن تحطيه كديب كونديشنر، يعني تحطيه كويس قوي على الشعر كله وبعدين تحطي له الهيت كاب او فوطة سخنة، او حتى تسيبيه مثلا تلت ساعة ل 45 دقيقة، ممكن كمان تسيبيه اوفر نايت يعني تسيبيه بالليل، وده احسن نتيجة ليه، رغم ان هم كاتبين ان اقصى حاجة 40 دقيقة، بس لا حطيه طول الليل وما تخافيش مش هيحصل حاجة، بس ما تحطيهوش على الروس، يعني حطيه من اول هنا مثلا عشان ما يوقعش الشعراية. فهتحطيه وهتقعدي بيه قد ما تقعدي، وبعدين تغسلي الشعر بالشامبو وبعدين كونديشنر عادي. وممكن برضو تستخدميه ككونديشنر، بس اتس ويست اوف برودكت، يعني هتخسريه لان هو برودكت غالي وتقيل، فيعني الاحسن تستخدميه كديب كونديشنر. بالنسبه لده في ليه استخدامات كتير، ممكن تستخدميه كديب كونديشنر ما انصحكيش لان ريحته فعلا قويه جدا وتاثيره في الهيشان عالي، يعني بيخلي الشعر يقيش نتيجه ان هو بيرطب جامد. فاحسن استخدام ليه هو ان انت تحطيه 3 دقايق جوه الشاور، وهو حتى مكتوب عليه كده ان انت بعد ما تغسلي شعرك بشامبو او حتى قبل الشامبو تحطيه 3 دقايق وبعدين تعملي شامبو وبعدين كونديشنر. او ممكن تستخدميه ككونديشنر عادي، وفي ناس كمان بيستخدموه كليفن كونديشنر. اختي استخدمته فتره كليفن كونديشنر وكان نافع معاها جدا وكان كويس جدا معاها. اما بالنسبه للكانتو ده مش هينفع خالص كليفن كونديشنر ومش هينفع للكونديشنر، هو ديب كونديشنر يعني ماسك، هو لازم تستخدميه كماسك. بتحطيه برضو من تلت ساعة لساعة، وممكن برضو تسيبيه اوفر نايت، بس يعني ما تسيبوش قوي اوفر نايت، يعني ده اكتر واحد ممكن تسيبيه وتنامي بيه. لكن الكانتو اكتر حاجة ممكن تسيبيه ساعة، والكانتو عشان تقيل قوي وبيصلح الشعر بجد بيحتاج هيت كاب، يعني هو اكتر واحد فيهم بيحتاج ان انت تحطي عليه سخونية علشان يخش جوه الشعراية او يصلحها ويخليها تبقى قوية ومتينة. فده التلات استخدامات ما بين التلاتة. لو عايزين ننقي وينر ما بين التلاتة برودكتس، فانا هقول لو احنا بنتكلم على الافيلابيليتي او تواجده في الماركت فهنقول الكانتو. لو هنتكلم عن الريحه هقول الشيا مويستشر والكانتو. لو هقول على التاثير من حيث ازاله التلف والكلام ده، فانا برضو هقول الشيا مويستشر والكانتو. يمكن يكون ده الليست فيفورت بالنسبه لي، ده اكتر واحد انا ما عجبنيش قوي الصراحه، وعشان كده ما تدوروش عليه قوي. هو احسن واحد فيهم هو الشيا مويستشر والكانتو. قلمي ما بين الاثنين لان ده هيديكي ترطيب اكتر، والتاني هيديكي حمايه من التلف. ممكن تستخدمي ده مره وده مره والاولا بلاكس مره، يعني ايه نوعي في الماسكات، لان شعرنا مش بيحتاج حاجه واحده طول الطريق، هو بيحتاج ان انت تغيري كل شويه، احتياجاته بتختلف. لو فضلتي مكمله في الترطيب طول الوقت شعرك هيرياكت بطريقه مش حلوه، لو فضلتي مكمله في البروتين والعلاج طول الوقت برده مش هينفع، فلازم كل اسبوعين ثلاثه كده تبدليله في الحاجات اللي بتخشوا، مره زيت مره بتاع. هو ده احسن نتيجه لشعركم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون كويك ريفيو عن الثلاثه ماسكات دول مع بعض، واتمنى حتى الولاد اللي بيتفرجوا على الفيديو يكون عجبهم الفيديو ده واهتموا بشعركم. واشوفكم في فيديو ثاني، اهتموا برده بالقناه واشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله. ثانك يو وباي باي.